يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26، الأسكندرية 37-25، مطروح 38-24، بورسعيد 27-22، والإسماعيلية 38-23. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 24، العريش 30-18، طابة 34-25، شرم الشيخ 37-25، والغردقة 36-26. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 26، أسوان 42-26، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 34-24، وأخيرا حلايب العظمى 32 درجة والصغرى 25. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.